السلام عليكم ورحمة الله تعالى. اليوم 21 شهر 7 2023، تم الإعلان على اللوائح ديال التلاميذ والتلميذات اللي تقبلوا في الشهادة التقنية العالية، يعني في البي تي اس. هادو اللوائح الرئيسية. كما سبقت وشرحت لكم نهار الأول فاش يلاه تلونس الإعلان وشرحت لكم الطريقة ديال التسجيل، قلت لكم دائما هاد اللوائح الأولية ما تديوش العلاج حيت غتصدمكم. فكما غادي تشوفوا دابا غندخلوا غادي نلقاو بأن كاين 18 كاين 17، كتقول اه صافي انا عندي 12 ما عمرهم غيوصلوا ليا، ولا عندي 11 عمرهم غيوصلوا ليا. لا، ما تفقدش الامل دائما. ديك اللوائح الاوليه هذوك مواليها اللي كيكون 18 ما كيجيوش البي تي اس، كتلقاهم كيمشيو دي زيكور وحدين اخرين. ولكن غنوريك كيفاش تبان النتائج. اول حاجه في صندوق الوصف، كنتمنى ان اللي اول مره تيشوفنا انه يشترك معنا كذلك بارطاجي مع الاصدقاء ديالو باش تعم الفائده. في صندوق الوصف الفيديو ديال الصندوق تلقى رابط موقع التسجيل، غير هو سميتو رابط موقع التسجيل، تكليكي عليه غتلقى هاد المقاله هادي اقسام تحضير شهاده التقنيه العاليه. رد البال مزيان، غتنزل لهنا. اهم حاجه عندك شي واحد يسجل هذه مراحل الترشيح. الترشيح راحنا ترشحنا، ها هو الاعلان على اللوائح الرئيسيه اللي هو اليوم 21/7. هادو اللي غادي نلقاو سمياتهم دابا وغادي يبغيو يتسجلوا، اللي لقيتي سميتك دابا بغيتي تسجل، خاصك نهار 26 تمشي تسجل. الا ما مشيتيش تسجلتي اوتوماتيكمون كيحيدوك، ونهار 26 يعني في شهر 7 نيت كيلوحوا الناس ديال لوائح الانتظار الاولى، الناس اللي تقبلوا الاخرين يعني الترونش الثانيه. وهادو اللي كيتلاحوا في الترونش الثانيه كيكونوا خصهم يتسجلوا نهار 6/7. هما كيبقاو يلوحوا في لي ترونش يلوحوا يلوحوا حتى كيعمروا، حيت كتكون لوح الانتظار الاولى الثانيه الثالثه الرابعه حتى كيملؤوا جميع الاقسام. فاش غندخل انا باش نشوف واش تقبلت، كاين ادخل اول حاجه المسار ديالك، هذا هو تكليك على مسار، غتدخل المسار مود باسك تاع تدخل المسار. شنو غادي دير؟ المسار ما غاديش تلقى فيه النتائج، غتلقى غير باش تعرف داك لي سونتر اللي انت دفعتي اليوم. غتجي لهنا غتقلب على داك بوست باك، هذه دراسة ما بعد البكالوريا بحال هكا، وغدير الترشيح هنا اللي ديال البي تي اس غير باش نعرفوا داك لي ليسي اللي كنا لي سونتر اللي دفعنا ليهم. كل واحد تلقى عنده هاد لي سونتر اللي دفع ليهم بحال هكا. اذا نخليو حنا هاد لي سونتر نخليهم هادو على جنب ونمشيو لهنا. نرجعو لهنا، دخلنا المسار دابا فين خصك تدخل هاد السيت هذا ديال الاي بي تي اس، هذا هو اللي فيه النتائج. كتكليك هنايا، يفضل انك تحل من البي سي، تقدر تحل من التليفون، يقدر يبان لك هادشي مخربق. منين غتحل هكذا شنو غدير؟ غتمشي لكونديداتور بحال هكا وغدير ريزيلتا، عقل عليها ريزيلتا، تسنى يتشارج هادشي. تقدر الا دخلتي في شي لحظه من اللحظات تلقى هادشي ثقيل، ماشي مشكل، كيكون غير الضغط. شنو خصني ندير؟ ترجع للمسار ديالك، يعني انت هادشي كامل خاصك تقلبو وتعرف، حيت تقدر انك تقبل في هاد لي سونتر اللي عندك نقطه مزيانه، كون اكيد تكون تقبلتي فيهم كاملين. بحال دابا نعطيو مثال، بغيت نشوف لا تقبلتي فيهم كاملين راه خصك في الاخر تختار وحده، مايمكنش انك تسجل في بزاف. نجي نطلع لفوق 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 بحال هكا، عندي هنايا هاد الفيلي ديال بروديكتيك فين كاينه في مراكش، ليسي كاليفيو محمد الخامس، هذا محمد السادس في مراكش. غادي نجي نقلب هنايا، نرجع لهاد السيت، غندير نقلب على مراكش، كليك على ام، كل واحد على حسب ديال داكشي اللي دار. مراكش هي فيها جوج ديال لي سونتر، فهاد ليسي كاليفيو حسن دو، حنا بنادم محمد السادس، كنكليك عليها هاني كليكيت عليها. شمن التخصص انا دفعت ليه؟ البروديكتيف. اذا غادي نجي هنا غندير البروديكتيف، بروديكتيك بروديكتيك بحال هكا، وغادي هادي كود ديالي باغي خليها خاويه، ودير روشيرش، يطلعوا لك لي ليست ديال. هنا غتقلب انت على السميه ديالك واش كاينه، كما كنشوفوا النقط 19 18 18 18 18 18 18 17 17، هادو ما يغركمش، كونوا اكيد بان هادو 99.99% ما كيجوش يتسجلوا في البي تي اس، هادو ما تيجوش يتسجلوا غير دافعين وصافي. اذا انت ما تفقدش الامل، كما قلت لك بحال هكا تقلب. نعطيو مثال اخر باش تتضح الفكره. كتجي عاوتاني كتشوف هادي ديال الجديده، كنقلبوا على الجديده الجديده، كدير او ها هي. شمن ليسي 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 كاليفيو تكنيك الرازي في الجديده، زعما الجديده كاين عندنا فيها جوج، ها هي الرازي. شمن التخصص اللي تفات ليه انا في الجديده؟ الكتروميكانيك سيستيم اوتوماتيزي، ياك. غنجي هنا نقلب على الكتروميكانيك سيستيم اوتوماتيزي وندير روشيرش، ها هي كيطلع لي ليسي. كما كتشوفوا 18 18 18، ما تديوش على هذا الشيء. هادو حتى هما كما قلت لكم 99.99% ما كيجيوش يتسجلوا، يعني مازال غير واخا ما لقيتيش سميتك دابا ماشي تقول انا عندي 12 ما يوصلوش، لا غادي يوصلوا لك، غير عاود قلب.
وهنا راه كيقولوا لك الوثائق اللي خاصك تجيب، اي سونتر كليكيتي عليه بحال دابا على طلب الوالد اسباب طن 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 ابتداء من يوم 22 يعني قال لك من نهار يعني كل سونتر امتى كيقول لك اجي تسجل، راه ماشي كلشي بحال بحال، كاين اللي كيقول لك 26 كاين اللي كيقول 23، قرا هذا الشيء اللي كل سونتر نهار 22 الى غايه 26، تجيب الوثائق شنو هما البطاقه الترشيح المستخرجه من البوابه يعني ما تديوش عليها. البطاقه الترشيحيه هذه ملي كتجي لتحت هنا كدير امبريم، هنايا امبريم اللي كديرها من المسار ديالك، نسخه هنايا شهاده البكالوريا الاصليه، نسخه من شهاده البكالوريا تكون ايغاليزي، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه حتى هي ايغاليزي، وبيان النقط. هادشي راه ماشي عامه، علاش ندخلوا سونتر اخر تلقى طالب لك تصاور طالب لك عقد الازدياد، يعني ماشي كلشي بحال بحال، كل سونتر وشنو كيدفع. علاش انا نعطيكم مثال، ناخذ حنا اعتباطي نديروا مثلا هذه ونديروا هذه هذه بحال هكا وندير روشيرش، شوف شنو شنو نهار من نهار 22 كاين اللي كيحدد لك حتى الوقت اللي خاصك تجي فيه، قال لك من 9 للجوج يعني كل سونتر قرا مزيان هادشي اللي كيطلع لك هنايا. انا قال لك فوتو جيب البكالوريا اوريجين، الفوتوكوبي فوتوكوبي ديال البيان النقاط، الروسي دانسكريبسيون كما قلت لكم اللي كتجيبو من المسار، اربعه ديال لي فوتو هاي شتي مزيان، جوج ديال اكسترا دونيسونس، جوج ديال انفولوب تامبري، و200 درهم ديال لانسكريبسيون. اذا رد البال مزيان في هذه القضيه، علاش رد البال كل سونتر واشنو كيطلب مزيان. اذا هكا تنقلبوا قضيه واحده اخرى كما قلت لك، تقدر انك دخلت قلبتي في هذا الليسي، قلبتي القصص مقبول هنا مقبول هنا مقبول هنا مقبول، لانك نقطه مزيانه راه كتقبل في بزاف ديال لي سونتر، انت في الاخر خصك تختار الشعبه اللي بغيتي تقرا فيها واللي غادي تمشي تسجل فيها. اذا راه ما يمكنلكش تسجل هنا وهنا وهنا وهنا، اتفقنا هذه القضيه. نعاود نكرر، جا واحد دابا انا عندي 12 13 كنشوف هاد النقاط كنتحطم تنقول ما غاديش يوصلوا، لا غادي يوصلوا لك. امتى غترجع لهذا السيت؟ دابا هادشي اللي شتي دابا هو اللي غترجع ديرو، نرجعوا للسيت اللي قلت لكم غتلقاو في صندوق الوصف. دابا هادو اللوائح الرئيسيه هما كما قلت لكم، راه ما غاتجيو تسجلوا هادو حتى واحد ما غيجي فيهم. امتى غادي ترجع مره اخرى؟ نهار 26 في هذا الشهر ديال شهر 7، نهار 26 غدير نفس المراحل اللي كتشوف دابا اللي كتشوفني درتهم، غتدخل المسار ديالك باش ولا غتكون انت ديجا ان بريمي هذه بحال بحال، وتدخل المسار وتبدا تقلب على لي سونتر. نهار 26 غتدخل المسار فين هي وتدخل لهذا السيت هذا، غنخرج كاع باش تحت ما يدوخ، غتدخل هاد اي بي تي اس عقل عليها وغتجي الكونديداتور ريزلتا بحال هكا، تسنى شويه على ما يبان وتقلب لي سونتر ديالك، وغتلقى النقطه غادي وكتنزل، وغتلقى باقي النقطه طالعه، غتلقى 15 14 14 14، ومع ذلك ما تفقدش الامل. علاش؟ حتى لما لقيتي سميتك نهار 26 شنو غادي دير؟ غتجي عاوتاني نهار 7 شهر 9 الاعلان على لوائح الانتظار الثانيه، وغتلقى ديك الساعه وصلت 13 12، ما لقيتيش سميتك عاوتاني نهار 7 شهر 9 غتجي عاوتاني نهار 13 9. وانتم عقلوا على هذه الجدوله الزمنيه هذه، راه كاين اللي تيبقاو 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 يديروا في لوائح الانتظار حتى كيملوا، راه كيوصلوا كيوصلوا ل 11 يعني، راه 11 راه كيوصلوا ليها، غير انت ما تفقدش الامل وعقل على هذه الجدوله الزمنيه. والطريقه اللي وريتكم هي باش كنقلبوا على الريزلتا ديال بريسيليكسيون ديال البي تي اس، راه ما كاين لا كونكور لا والو، كاين مباشره لقيتي دخلت لقيتي السميه ديالك كتمشي كدير الوثائق وكتمشي تسجل. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله.